الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد توقفنا عند الحديث 61. يقول: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث كالأحاديث السابقة في فضل الوضوء، حديث في فضل الوضوء كالأحاديث التي مضت. إذن يقول: قال عليه الصلاة والسلام، قبل الحديث عندنا في الإسناد هنا مالك عن سهيل بن أبي صالح. سهيل هذا بضم السين وفتح الهاء بن أبي صالح، هو ذكوان المدني، يكنى والده ابن أبي صالح هو ذكوان المدني. إذن اسم الراوي سهيل ووالده اسمه ذكوان، ويكنى بأبي صالح، هذا والد سهيل، كنية والد سهيل أبو صالح واسمه ذكوان. هذا أحد الأئمة المشهورين المكثرين، وثقه غير واحد من أهل الحديث، وإن كان قد تغير حفظه بآخرة، في آخر عمره تغير حفظه، لكن ما حدث به أولا كان فيه ضابطا حافظا متقنا. إذن يقول عن أبيه أي أبي صالح اللي قلنا اسمه ذكوان، السمان الزيات، كان مشهورا بالسمان والزيات نسبة إلى السمن والزيت، لأنه كان يبيع السمن وكان يبيع الزيت، وهذه نسبة قياسية في اللغة على وزن فعال، يقال زيات أي يبيع الزيت، سمان يبيع السمن، كما يقال تمار في بائع التمر ولبان في بائع اللبن، نسبة قياسية. عن أبيه، إذن أبوه هو ذكوان المدني السمان الزيات، كان يبيع السمن والزيت، ويختلف بهما من العراق إلى الحجاز، كيمشي من العراق للحجاز، من الحجاز للعراق، يبيع في طريقه السمن والزيت رضي الله تعالى عنه. وهذا التابعي، هذا من التابعين، قد روى عن سعيد بن روى عن سعيد وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وخلق من الصحابة، له رواية عن كثير من الصحابة. وهذا الحديث الذي سيأتي معنا رواه عن أبي هريرة، وأخذ عنه، ممن أخذ عنه وروى عنه الحديث، ابنه سهيل كما في هذا الحديث، وابنه صالح الذي كان يكنى به لأنه يقال فيه أبو صالح ولدته وكان يروي عنه، وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم، توفي سنة 100 من الهجرة، 101 رضي الله عنه. إذن يقول عن أبي هريرة، إذن هذا الرجل ذكوان أبو صالح يروي هذا الحديث عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن. إذا توضأ العبد، لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد؟ قال أهل العلم: عبر بالعبد إشارة إلى أن هذا الفعل عبادة، لأنه قال إذا توضأ، ففيه إشارة إلى أن الفعل الذي سيفعله هذا الإنسان يعد عبادة، ولهذا عبر عن الإنسان بالعبد، إذا توضأ العبد، لأن الفعل الذي يقوم به عبادة. العبد وصفه عليه الصلاة والسلام بقوله المسلم أو المؤمن، هكذا جاء في الرواية. فإما أن هذا شك من الراوي، وهو الظاهر، الظاهر أن الراوي شك واش النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أو قال المؤمن. أحد رواة الحديث عند حفظه للحديث من شيوخه شك، ما بقاش عاقل، هل قال شيخه المسلم أو المؤمن، فأتى بأو دل على الشك. وعلى هذا التأويل نستفيد فائدة، وهي تحري الرواة، أنهم كانوا يتحرون في المسموعات، مع أن الفرق بين المسلم والمؤمن فرق يسير جدا، بل قيل مترادفان، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم باعتبار أصل الإيمان، باعتبار أصل الإيمان كل مؤمن معه أصل الإيمان فهو مسلم، وكل مسلم فهو مؤمن أي معه أصل الإيمان، لا باعتبار
الكمال، باش ما يقولش ان قال قائل قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، لك باعتبار كمال الايمان، باعتبار اصل الايمان كل مسلم مؤمن اي عنده اصل، لان ما يمكنش يكون مسلم حتى يكون عنده اصل الايمان. لكن كمال الايمان لا، ليس كل مسلم مؤمنا، قد يكون انسان مسلما وليس مؤمنا للايمان الكامل. إذن مع أن العبارتين متقاربتان في المعنى بل قيل مترادفتان، ومع ذلك الراوي من باب التحري والاحتياط يأتي بأو، كيقول المسلم أو المؤمن، ما عقلش آتي بكلمة أو احتياطا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون قال المسلم وأنا نقول المؤمن ولا العكس، فأتى بأو، قال المسلم أو المؤمن، هذا هو الظاهر. وقال بعضهم يحتمل أن يكون هذا تنبيها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الترادف بينهما، بمعنى تكون هذا أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي شك من الراوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، وأراد أن ينبه بهذا على أنهما بمعنى واحد، قل المسلم ولا قل المؤمن، قل ما شئت، واضح؟ هذا التأويل الثاني. قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة، خرجت هو جواب الشرط، أما قوله فغسل وجهه هذا معطوف على توضأ، توضأ العبد المؤمن فغسل، هذا معطوف عليه من باب عطف، من باب عطف مفصل على مجمل، دفلو قال توضأ هذا مجمل ثم شرع يفصل، فغسل وجهه من بعد غير يقول لنا فغسل يده، من بعد يقول لنا فغسل يديه، من بعد فغسل رجليه إلى آخره. إذن هذا فغسل اللي جاي معنا تفصيل لهذا المجمل، وهو قوله توضأ، توضأ العبد، الوضوء يشتمل على غسل بعض الأعضاء ومسح بعضها، مسح الرأس والأذنين وغسل سائر الأعضاء، فهذا الوضوء يجي معنا تفصيلا. لكن شنو المقصود هنا؟ المقصود هنا الجزاء الذي أعده الله تعالى للمتوضئ تفصيلا، المتوضئ هو كيتوضى كل عضو من الأعضاء كيغسله يكتب الله له به جزاء. إذن من جهة الإعراب أين هو جواب الشرط؟ جواب إذا هو قوله خرجت، هذا هو جواب الشرط. قيل بعضهم قال لك الجواب هو فغسل، وهذا فيه تعسف وتكلف كما قال لك الزرقاني رحمه الله. إذن الصواب أن الجواب هو خرجت، أما فغسل هذا غير عطف على الشرط من باب عطف المفصل على المجمل أو عطف التفصيل. إذن قال إذا توضأ العبد فغسل وجهه، ما هو الجزاء لكي يترتب على غسل الوجه؟ ما زال جاي معنا الأعضاء الأخرى إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، بعينه رواية الموطأ بصيغة الإفراد، بعينه بخلاف عندكم الفوق بعينيه، لا بعينه، هذه رواية الموطأ، ويروى بالتثنية خارج الموطأ، يروى بعينيه في غير الموطأ، لكن عندنا هنا بعينه بالإفراد، والمراد بالإفراد الجنس، المراد الجنس بعينه، واش مقصود عين وحدة ولا جنس العين؟ جنس العين، فكيشمل جوج ربعة ستة ما لا حصر له. إذن قال خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه. هنا سؤال، علاش النبي عليه الصلاة والسلام وهو كيتكلم على غسل الوجه ذكر غير الخطيئة ديال العين، مع أن الخطيئة في الوجه ممكن تكون باللسان بالفم، وممكن تكون بالأنف كأن يشم الإنسان حراما أو نحو ذلك، قد تكون بغير العين، قد تكون بالأنف أو بالفم، فلماذا خص العين بالذكر عند غسل الوجه؟ أجاب أهل العلم عن ذلك، قالوا إنما خص العين، الجواب الأول لأن أكثر الخطايا تقع بالعين في الوجه، في الوجه أكثر الخطايا تقع بالعين، بمعنى ما يقع بالعين أكثر مما يقع باللسان والأنف، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه أن العين طليعة القلب ورائده، فإذا ذكرت أغنت عن سواها، قال لك طليعة القلب أي العضو الذي له اتصال مباشر بالقلب هو العين، فإذا ذكرت العين أغنت عن سواها أي أغنت عن الأنف والفم، لأن هي لها اتصال مباشر بالقلب أقوى من اتصال اللسان بالقلب ولا الأنف بالقلب، اتصالها أقوى، هي طليعة القلب ورائده، فإذا ذكرت أغنت
عما سواها. وعلى الوجه الأول اللي قلنا لأن جناية العين أكثر، قالوا فإذا خرج الأكثر خرج الأقل من باب أولى. بمعنى إذا كانت جناية العين أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا كتخرج كل خطايا فعلتها عينه، ومع أن الخطايا ديال العين أكثر، فخروج ما سواها أولى. يعني الخطايا ديال الأنف ولا ديال اللسان اللي هي أقل من خطايا العين تخرج من باب أولى عند غسل الوجه اللي كيغسل. إذن فعلى هذا المعنى، شنو المعنى حينئذ؟ إنسان عندما يغسل وجهه كتخرج ديك الخطايا التي فعلها بالأعضاء اللي كينا في وجهه، بفمه وأنفه وعينه، غير نص على العين لأنها أكثر، فإذا خرجت خطايا فخروج خطايا غيرها أولى. واضح المعنى؟ هذا هو معنى قوله هنا فإذا خرج الأكثر خرج الأقل، فالعين كالغاية لما يغفر. فهم المعنى؟ قال عليه الصلاة والسلام خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه. هنا واحد الوقفة أخرى، بعينه الضمير اش عائد؟ أولا قوله نظر إليها، عفوا، خرجت كل خطيئة نظر إليها، الضمير في إليها علاش عائد؟ على الخطيئة، نظر إليها أي إلى. فإذا قال خرجت من وجهه كل خطيئة، الخطيئة هي الإثم، هي الإثم، هي السيئة، نظر إليها أي إلى الخطيئة، مع أن الإنسان لا ينظر إلى الخطيئة وإنما ينظر إلى سبب الخطيئة اللي هو الأمر المحرم، المعصية، الشيء المحرم. الإنسان ينظر إلى الخطيئة ذاتها ولا إلى سبب الخطيئة وهو الحرام؟ سبب الخطيئة. إذن عندنا سبب وعندنا مسبب. السبب هو الشيء الحرام، كأن ينظر الإنسان إلى أجنبية أو عورة أو نحو ذلك، هذا شيء حرام، ويترتب عليه واحد المسبب، واحد الأثر اللي هو الخطيئة. إذن فالعين في الحقيقة واش تنظر إلى الخطيئة ولا إلى سبب الخطيئة؟ إلى سبب الخطيئة. فيطيب شنو معنى قوله نظر إليها؟ الجواب هذا من إطلاق المسبب وإرادة السبب. عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسبب عن السبب مجازا مرسلا. واضح؟ نظر إليها أي الخطيئة، والمراد إلى سببها. فهم المعنى؟ شو السبب ديال الخطيئة؟ الشيء الحرام، نظر الحرام. قال نظر إليه، وعلاش أطلق اسم السبب على المسبب؟ أطلق المسبب على السبب من باب المبالغة. من باب فين كاين المبالغة والتأكيد هنا؟ في أن ذلك المحرم يتسبب في الخطيئة، في الإثم، فكأنه يقول الإثم حاصل لا محالة، لكنه يغفر بهذا العمل بإذن الله تعالى. وفيه دلالة على أن الوضوء يكفر عن كل عضو ما اختص به من الخطايا. يعني الفم مثلا، كنا ذكرنا هذا في الدرس الماضي، لماذا لم يذكر الفم والأنف؟ لأنهما يخصان بالغسل في الوضوء، عندنا من المضمضة وعندنا الاستنشاق، فعند المضمضة تخرج خطايا الفم، وعند الاستنشاق تخرج الاستنثار تخرج خطايا الأنف، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قيل هذا شك من الراوي، الراوي نفس ما سبق شك واش قال مع الماء ولا مع آخر قطر. ولاحظوا ملي كنقولوا من الراوي، شكون كتقصد بالراوي هنا؟ والصحابي ولا التابعي؟ ولا المقصود واحد في السند، ممكن يكون الصحابي شك فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون ماشي الصحابي، الصحابي رواها بصيغة واحدة، لكن هذاك اللي خدع الصحابي التابعي هو اللي وقع له الشك، أو يكون من بعده ولو قال، وهكذا واحد من رجال الإسناد هو الراوي، الراوي واحد من رجال الإسناد. إذن إما أنه شك من الراوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال غير وحده، قال مع الماء أو مع آخره، أو قيل ليس بشك وإنما أو هنا للتنويع، بمعنى أن الذنوب الخطايا كتخرج إما مع الماء أو مع آخر قطر الماء. واضح؟ أو للتنويع للتقسيم، إما كتخرج مع الماء ولا مع آخر قطر على حسب حال الإنسان. طيب شنو الفرق بينهما؟ مع الماء هدف بداية الغسل، ومع آخر قطر الماء هدف آخر الغسل، لأن الغسل له بداية ونهاية. البداية ديالو كناخذ الماء ونجعله في الوجه، وآخر الغسل هو قطر الماء من الوجه من العين وسائر الأعضاء، سقوط الماء. إذن فعلى هذا شنو المعنى؟ المعنى أن الذنب كيخرج إما مع البداية أو مع النهاية اللي هي آخر قطر الماء. إذن هذا بالنسبة للعضو الأول اللي هو الوجه. قال عليه الصلاة والسلام فإذا غسل يديه أي إلى المرفقين
خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. نفسي قال فإذا غسل يديه، هكذا عندنا بالتثنية، بالتثنية في رواية الموطأ، العين بالإفراد ولكن اليدين والرجلين بالتثنية. فإذا غسل يديه خرجت من يديه، هو كيغسل إما كما قلنا مع الماء ولا مع آخر قطر الماء، كل خطيئة بطشتها أي عملتها يده. ونفس النكتة السابقة كينا هنا، كل خطيئة بطشتها أي اليد، اش كدير، واش الخطيئة ولا سبب الخطيئة؟ نفس الكلام، واضح؟ وبطشة بمعنى عاملة، واضح؟ يقال بطشة يبطيش من باب ضرب يضرب، وفيه لغة أخرى بطشة يبطوش من باب قتل يقتل. يعني اللغة الأولى اللي هي بطشة يبطيش بالكسر في المضارع بها قرأ السبعة، وقراءة الضم بطشة يبطش من باب قتل قرأ بها أبو جعفر المدني من الثلاثة المكملين للعشرة. المهم قال فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها أي عملتها يداه، تثنية يد، والبطش هو الأخذ. إذا شو معنى بطشتها يداه؟ قلنا عملتها يداه، يطلق البطش على الأخذ ويطلق على العمل، يقال بطشت اليد كذا أي عملت كذا. مع الماء أو مع آخر قطر الماء، القطر هذا مصدر قطر يقطر من باب نصارى، قطر يقطر قطرا، والمراد بقوله مع آخر قطر الماء أي سيلانه، ملي كل ما يسيل من اليدين دابا من اليدين، هذا قطر الماء هو سيلان الماء من العضو. فإذا غسل رجليه، هذا هو العضو الثالث اللي مذكور، لأننا مذكورين معانا ثلاثة هنا، الوجه واليدان والرجلان. طيب علاش ما نذكرش المضمضة والاستنشاق؟ لأنهما من الوجه. علاش ما نذكرش مسح الرأس ومسح الأذنين؟ لأنهما يمسحان لا يغسلان. فذكرت هنا الأعضاء التي تغسل، الوجه واليدان والرجلان. فإذا غسل رجليه خرجت من، قال خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه، مشتها رجلاه أي مشت لها رجلاه أو مشت فيها رجلاه. مشتها استعمله متعديا، مع أن مشى ليس متعديا في اللغة، ولازم يقال مشى يمشي، ما نقولوش مشاه، غير متعد. لكن في الحديث مشتها جاء متعديا باب النصب على نزع الخافض، نصب بنزع الخافض. شنو التقدير؟ مشتها، مشت لها رجلاه، ولا مشت فيها رجلاه، والمراد بالخطيئة السبب ديالها، واضح المعنى؟ كل خطيئة مشتها رجلاه، كل خطيئة مشت رجلاه لسببها، مشت رجلاه في سببها، قل ما شئت، لأن مشى كيتعدى باللام وفي، واضح؟ كنقولوا مشى فلان للحرام ولا مشى في الحرام، ياك يا صحان، مشى فلان للحرام، مشى في الحرام. إذا مشت رجلاه للحرام أو في الحرام، هذا معنى مشت لها، مشت فيها، فهو منصوب بنزع الخافض، قال مشتها. قال فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه. وبعضهم قال الضمير عائد على المصدر، هذا لطلبة العلم، الضمير عائد على المصدر، والتقدير حينئذ مشت المشية رجلاه، لأنكم تعلمون في مقرر في الألفية أن الفعل لازم قد يتصل بضمير منصوب لكن يعود على المصدر، فاتصال الفعل بضمير عائد على المصدر لا يدل على تعدي، تلازم كيتصل. ولهذا شقل في الألفية، قال علامة الفعل المعد أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، ها غير مصدر، الها التي لا ترجع للمصدر، لأن الها اللي كترجع للمصدر هذه كتصلت باللازم، واضح؟ مثلا خرج لازم، خرج زيد لازم، إلى قلت الخروج خرجه زيد، في الضمير عائد على المصدر الخروج، هذا جائز، لكن الها اللي لا تعود للمصدر هذه لا تتصل باللازم، هذه هي علامة التعدي، فهم المعنى؟ بناء على هذا مشتها إلى قلنا عائد على المصدر، مشت المشية رجلاه، فلا إشكال، لا ما نقوله منصوب بنزل الخافض، لكنه بعيد خلاف الظاهر، واضح المعنى؟ إذا الشاهد قال فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه، معايش كتخرج الخطيئة دي للرجلين، لدارة الرجلين مع الماء أو مع آخر قطر الماء كيف ما جاء فيما سبق. قال عليه الصلاة والسلام حتى يخرج نقيا. هنا واحد السؤال، كان ممكن عليه الصلاة والسلام، شوفوا، كان ممكن يقول لنا إذا توضأ الإنسان خرجت الخطايا من
وضوئه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. اختصر، علاش قال لنا وجهه خرجت من عينه من رجليه من يديه؟ كان ممكن يقول لنا تخرج من أعضائه اختصارا ولا لا؟ طيب لماذا فصل؟ علاش قال خرجت من عينه، خرجت من يديه، خرجت من رجليه؟ الجواب أنه أفاد ذلك، ذكر ذلك تأكيدا للإزالة، من باب المبالغة في الإزالة، بمعنى الخطايا والذنوب كيزولها الله تبارك وتعالى على سبيل التأكيد. فمن باب التأكيد والمبالغة ذكر لنا كل عضو بوحده، قال لنا من العين ومن اليدين ومن الرجلين تأكيدا ومبالغة في الإزالة أن الذنوب كتزول، وإلا كان يمكن أن يختصر كما ذكرنا. قال عليه الصلاة والسلام حتى يخرج نقيا من الذنوب، نقيا أي نظيفا، من اللي كينتهي الإنسان من وضوئه ينتهي منه وقد تنظف من سائر الذنوب بخروجها منه في وضوئه. وكل هذا الحديث كالحديثين السابقين خاص باش بجميع الذنوب ولا غير بالصغائر، عند الأكثر بالصغائر، والدليل على هذا النصوص الأخرى، لأنه قد يقول قائل وهذا عام لماذا خصصتموه؟ الجواب توجد أحاديث أخرى مخصصة، كاين نصوص أخرى هي التي تخصص هذا العموم، لأنه لما قال خرج حتى يخرج نقيا من الذنوب، هذا عام، الذنوب يشمل الكبائر والصغائر، لكن عندنا المخصصات كنا ذكرناها في الدرس الماضي، كقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس قال في آخرها إذا اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر في أحاديث كثيرة. وذكر القرطبي فائدة هنا، قال القرطبي رحمه الله في المفهم، هذا في شرح مسلم، قال لا يبعد أن بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص ويراعيه من الإحسان والآداب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونحن نقول بذلك لا يبعد، من جهة لا يبعد، فضل الله واسع يؤتيه من يشاء ولا لا؟ فهل مستحيل لبعيد أن الله تبارك وتعالى قد يغفر لبعض العباد الصغائر الكبائر على حسب ما وقر في قلوبهم من الإخلاص والصدق والآداب وتعظيم الله رب العالمين وخشية الله تعالى؟ لا يبعد هذا، كما قال القرطبي في المفهم، لا يبعد أن بعض الأشخاص، ممكن هذه خصيصات، إيه هو وافقنا على التخصيص عموما، هذا راه يخصص بالأحاديث الأخرى، إذن فالذنوب هنا هي الصغائر، لكن غير بعيد أن بعض الأشخاص الله تعالى يغفر لهم بهذا الصغائر والكبائر باعتبار ما وقر في قلوبهم من الإخلاص والإحسان والآداب ونحو ذلك. إذن هذا حاصل الحديث. إذن هذا الحديث علاش ذكره هنا؟ باب جامع الوضوء لبيان فضل الوضوء، هذا من الأحاديث اللي كتدل على فضل الوضوء. الحديث الذي بعده قال وحدثني، الحديث هذا قد رواه مسلم والترمذي وغيرهما، فالحديث صحيح لا إشكال في صحته. أما الفائدة اللي عندكم هنا دي النووي قد تقدمت معنا، لهذا لم نعيدها. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، إلى آخر الحديث، إن شاء الله هو جاي معنا. هذا الحديث هذا من الأحاديث الدالة على آية من آيات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه بالعبارة المشهورة فيه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيا غتجيكم إن شاء الله، أن الماء نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. إذن يقول وحدثني عن مالك، هذا شكون اللي كيقولها؟ عبيد الله، كيقول حدثني أي يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله هذا واضح بن أبي طلحة، هذا أبو طلحة هو زيد بن سهل، زيد بن سهل، إذن باه هذا إسحاق، والده اسمه عبد الله، وجده ما اسمه؟ زيد، وجد جده سهل، إذن اسمي إلا بغينا نذكروا سميته وسميت باه جو نقولوا إسحاق بن عبد الله بن زيد بن سهل. علاش؟ لأن جده هنا مذكور بالكنية لم يذكر بالاسم، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، الكنية هذه، هذا أبو طلحة اسمه زيد بن سهل. طيب عمن يروي هذا إسحاق بن عبد الله؟ يروي عن أنس بن مالك الصحابي، عن أنس بن مالك، كان خاصة تكون بالمداد الغليظ عندكم بالرقيق، هو أنس والصحابي، عن أنس بن مالك قال رأيت أي أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. إذن جملة وحانت صلاة العصر إعرابها؟
حاليه. راه بهذا تعرفوا كيف تتعاملوا مع الكتب. ملي كيقول لك الشيخ زرقاني والحال انه، اش بغى يقول لك؟ بغى يقول لك الجمله حاليه، والواو واو الحال. رايت ابصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاته. شوف لاحظوا شنو قدروا، شنو قدر والحال انه زيد قد حانت. راه قلنا ملي كتكون الجمله الحاليه مصدره بماضي لا بد من قد لفظا او تقديرا، خاصة تكون هذا معاني قد إن شاء الله التي تأتيكم في معاني قد، لا بد تكون قد تم إما لفظا ولا إلى ما كانش خاصك تقدرها، لأن الجملة الحالية الماضوية لا بد أن تصدر بقد. إذن قال علي، قال أنس وحانت أي وقد حانت صلاة العصر. ما حانت أي قربت، اقترب وقت الصلاة، بمعنى دخل الوقت وقربنا نصليه. قال وقد حانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه. وهذه القصة وقعت كما جاء في رواية أخرى وكانوا بالزوراء، في واحد المكان اسمه الزوراء. هذا الزوراء واحد الموضع بسوق المدينة، واحد الموضع واحد البلاصة، بلاصة صغيرة في سوق المدينة النبوية، واحد المكان اسمه الزوراء. إذا انتبهوا، الزوراء ماشي شي حجرة ولا شيء يصعد عليه كما قال بعض الشراح، هذا وهم، هذا غلط. الصواب أنه مكان بلاصة اسمها الزوراء، وهذا المكان اللي اسمه الزوراء هو الذي كان يؤذن فيه مؤذن عثمان. ذاك الأذان الثاني اللي زادوا عثمان كنا تكلمنا عليه في درس مضى، الأذان الثاني اللي زادوا عثمان في خلافته بالسوق، فين كان كيأذن ذاك المؤذن اللي أمره يأذن في السوق باش يعلم الناس بقرب صلاة الجمعة؟ بالزوراء. فهذه البلاصة اللي هي في سوق المدينة اسمها الزوراء. إذن الشاهد، هذه القصة وقعات والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في هذا الموضع اللي اسمه الزوراء. طيب اش وقع؟ شوفوا لاحظوا اش وقع. وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا. التمسوا أي طلبوا وبحثوا عن وضوء بفتح الواو، أي ما يتوضؤون به، بحثوا عن ماء يتوضؤون. فلم يجدوه أي لم يصيبوا، يقال أصاب الماء أي وجده. ومنه في الدليل يقولوا أصبت فلان، أصبته الأصل ديالها أصبته أي وجدته، لغة صحيحة، أصاب الماء وجده. إذن فلم يجدوا الماء. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء. أتي عليه الصلاة والسلام، جاب ليه شي حد. طيب هذا اللي جاب ليه الوضوء الماء باش يتوضأ لم يذكر في هذه الرواية، ولكن قد جاء ذكره في رواية أبي نعيم عن أبي والحارث بن أبي أسامة من طريق شريك عن أنس أن اللي جاب ليه الماء هو أنس، أنس بن مالك، هذا اللي كيروي لنا الحديث، هو الذي أتاه بوضوء، جاء بيانه في رواية أخرى. المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء في إناء. وطيب هذا الوضوء الذي أتيه في إناء شي ما كثير ولا ماء قليل؟ ماء قليل جدا كما جاء بيانه في رواية أخرى. كان مقدار وضوء، كان الماء الوضوء مقدار وضوء رجل واحد، هذاك الماء يالله يكفي شخصا واحدا. إذن أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، أي ماء داخل الإناء والماء يالله يكفي شخصا واحدا. وجاء في الرواية الأخرى اللي ذكرناها من طريق شريك عن أنس أن أنسا كيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى بيت أم سلمة، سير عنده شوف إلى القيت شيما، قال فأتيته بقدح ماء إما ثلثه وإما نصفه، يعني القدح ماشي عامر، القدح راهي صغير ويالله فيه الثلث ولا النصف ديال الماء. المهم أنه أن الماء كان قليلا، لكن شوفوا شغير وقع من بعد. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. إذا الصحابة ما لقوش باش يتوضأوا، يالله النبي صلى الله عليه وسلم لقى هاد شوية ديال الماء باش يتوضأ، لكن انظروا ما الذي وقع. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، لإشارة الحديث صحيح البخاري، الحديث رواه البخاري. وضع يده أي يده اليمنى كما هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على ذلك أن نتناول الماء باليد اليمنى. ثم أمر الناس يتوضؤون، أمر الناس يتوضؤون أي أمرهم أن يتوضؤوا من ذلك الماء. إيه وضع عليه الصلاة والسلام يده فيه وقال لهم صافي توضوا من هذا القدح. كي يتوضى بالواحد بالواحد ويمشي، يتوضى الأول ويمشي الثاني ويمشي والثالث ويمشي، وغيجي معنا أنهم كانوا قرابة 80 أو 70، هكذا شك الراوي 80 ولا 70، توضوا من ذلك القدح الذي يكفي شخصا
واحدا ورد بعد فراغهم رد القدح إلى أم سلمة وقد كان فيه من الماء أكثر ما كان فيه أولا. رد إليها وفيه من الماء أكثر ما كان فيه أولا، وهذه المعجزة من أبلغ معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد احنا غيجي معنا هذا الشيء بالتفصيل. ثم أمر الناس أن يتوضؤون أي يتوضؤوا منه أي من ذلك الإناء. قال الباجي هذا إنما يكون بوحي يعلم به، أنه إذا وضع يده في الإناء نبع الماء حتى يعم أصحابه الوضوء. نعم بلا شك، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع يده اليمنى في الإناء وقال الصحابة أجي وتوضاوا، هالشي اجتهادا منه؟ لا لا، هذا أمر غيبي لا يدرك بالاجتهاد، هذا بوحي علمه من الله، الله أوحى إليه بذلك، أوحى إليه باش قال له وضع يدك في الإناء وناديهم يتوضاوا، راه يتوضاوا. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربي، لأن هذا أمر ماشي عادي باش يفعلوا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا، ليس أمرا معتادا، واضح؟ وليس أمرا ملازما للنبي في جميع أحواله، هذه كرامات يكرمه الله بها متى شاء في الوقت اللي بغى الله تعالى يكرمه بها، ماشي أمر ملازم للنبي فيما كيحط الدعاء الماء راه الماء يتكاثر، ليس أمرا دائما. ولهذا ملي كنقولوا وضعوا قال لهم آجيوا، إذن هذا بوحي من الله تعالى، الله حالي أنهم راه يتوضاوا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم راه سيد المنقادين الممتثلين، ما غيبقاش يسول الله تعالى علاش معلا، وضع وجاء الناس يتوضؤون. قال أنس، وأنس كيحكي، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، ينبع أي يخرج من تحت، في رواية يفور، يفور من بين أصابع، تعرفوا يفور بمعنى كأنها عين، كأنه كاين شي عين بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها الماء، يفور كما يفور الماء من عين. قال أنس فرأيت الماء ينبع، يقال ينبع وينبع وينبع، يستصح اللغات الثلاثة في المضارع والضم هو المشهور. قال ينبع أي يخرج ويفور من تحت أصابعه أي من بين أصابعه. قال الإمام القرطبي كيعلق على هذا الحديث، لم نسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه ودمه، بمعنى قال لك هذه المعجزة لم نسمع بها لأحد من الأنبياء السابقين، حصلت لموسى وعيسى وإبراهيم، اللي هي نبع الماء من بين الأصابع. قد تقول موسى عليه السلام ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، أي نعم، لكن ذلك من الحجر ليس من اللحم والعظم والدم. فهنا في كين المعجزة أبلغ. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم كالمزني، نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال هذه المعجزة ديال النبي صلى الله عليه وسلم هي نبع الماء من أصابعه أبلغ مما حصل لموسى عليه السلام. لماذا؟ لأن خروج الماء من الحجر معتاد، شيء معتاد، ممكن كتكون شي حجرة في شي جبل كتخرج منها العين ولا لا، فخروج الماء من الحجر معتاد كيوقع، لكن خروج الماء من اللحم والدم والعظم هذا غير معتاد، ولهذا فالمعجزة هنا أبلغ وأقوى من تلكم المعجزة. المهم قال فتوضأ الناس، شحال كان العدد ديالهم؟ كانوا 70 أو 70 شك الراوي، وقد جاء أيضا في صحيح مسلم. بل عندنا قصة أخرى في المسألة نفسها، قصة أخرى في صحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في واحد القضية أخرى شبيهة بهذه، الصحابة ما لقوش باش يتوضأوا، ونفس الشيء النبي عليه الصلاة والسلام نبع الماء من بين أصابعه فتوضأوا وكانوا 300 في قضية أخرى، كانوا 300 فهذه كانوا 80 أو 70 في قضية أخرى كانوا 300. والحديث هذا اللي في الصحيحين في البخاري ومسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم. قال أي قتادة فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال كنا 300 أو زهاء 300 أو زهاء أي قرابة 300، فهما قضية وهما معا حضر فيهما أنس، لأن الحديث هذا اللي كانوا 80 و70 رواه أنس وديال 300 هو رواه، فالقضيتان حضر فيهما أنس، مرة كانوا 300 وضاو أو قرابة 300 زهاء بمعنى قرابة، ومرة كانوا 80 أو 70. وهذا الأمر ليس
عسير ولا صعب على الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر هذا الشيء بأمر الله تعالى، وقع هذا بأمر الله، والله على كل شيء قدير. يقول للشيء كن فيكون، يقول للماء تكاثر فيتكاثر، ويأمر الماء أن يخرج من تحت أصابعه صلما فيخرج من تحت أصابعه ويده في الإناء عليه الصلاة والسلام. هذا أمر ليس صعبا ولا بعيدا على الله تعالى، بل ذلك قريب ممكن، لأن الله تعالى أقدر على ما هو أعظم من هذا، أقدر على ما هو أعظم من هذا. ولهذا المؤمن في مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو موقف المؤمن؟ التصديق، لأنه يؤمن بالغيب ويؤمن بأن الله على كل شيء قدير. فإذا كان المؤمن يؤمن بأعظم من هذا، فكيف لا يؤمن بهذا؟ إذا المؤمن موقفه من هذا التسليم. والمتفلسف من ليس في قلبه ذرة إيمان، هذا يدخل عقله في مثل هذا، فيقول لك لا، هذا أمر غير ممكن، أمر مستحيل، أمر كذا كذا إلى آخره. هذا الأمر غير ممكن ومستحيل إذا نظرنا إلى العادة، إذا نظرنا إلى ما يقع من الناس، ما يقع منا من العاجزين. لكن عندما نقول هذا من الله رب العالمين، فإن هذا وما هو أشد وأعظم وأكبر منه ممكن وقريب ويسير، وليس بالبعيد ولا بالعسير، ممكن وقريب ولا إشكال عندنا فيه. واضح معنا؟ إذن هذا الحديث من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. إذن قال فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، حتى هاته للتدريج، بمعنى توضأ الواحد والواحد حتى توضأوا جميعا، أي توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم، بمعنى حتى توضأوا جميعا. هذا الحديث فيه فوائد. من الفوائد في هذا الحديث هذا الحديث دال على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضلة عند وضوئه عن وضوئه. إلى الناس كانوا مسافرين ولا بلا مسافرين، مقيمين، واحد عنده فضل ماء عن وضوئه، غيتوضأ وغيبقى لي شي شوية الماء، فيشرع وينبغي مواساة من ليس عنده ماء ليتوضأ به. كنا مسافرين ولا في حضر، أنا عندي الماء توضيت به، واحد فلان دابا الآن الماء مقطوع، الماء ما كاينش كذا، فلان ما عندوش باش يتوضأ، والماء ديالي أنا شاريه ولا كان عندي ولا نحو ذلك، أنا مالكه. فيشرع وينبغي مواساة من ليس له الماء بذلك الماء، نعطيه ذلك الماء باش يتوضأ به. يستفاد من الحديث أيضا أن اغتراف المتوضئ من الماء لا يصيره مستعملا، يعني اغترف منه، مش غيتوضأ في الإناء، لا، غير يغترف من الإناء ويتوضأ خارجه، هذا لا يسمى ماء مستعملا، وقد تحدثنا عن الماء المستعمل في درس مضى. وخلاصة الكلام أن هذه القصة العامة من حيث المعنى دالة على نبع الماء من بين أصابعه أو من تحت أصابعه، هذه القصة قد رواها الجم الغفير والعدد الكثير، رواها جم غفير وعدد كثير، رواها من الصحابة خمسة، جاءت من طريق أنس، أو ذكرنا الرواية دياله، وحديث أنس كين عند الشيخين وأحمد وعند غيرهم، وجاء من طريق جابر ومن طريق ابن مسعود وابن عباس وأبي ليلى والد عبد الرحمن، خمسة من الصحابة. وأما من التابعين اللي خدوا على الصحابة فخلق كثير عددهم كبير. إذن فقول من قال إن هذا الحديث كابن بطال رحمه الله، إن هذا الحديث لم يروى إلا من طريق أنس، من الصحابة قال لك ما تروى إلا من طريق أنس، هذا كما قال الحافظ ابن حجر ناشئ عن قلة الاطلاع، عن قلة الصواب أنه جاء من خمسة والصحابة هذو أخذ عنهم خلق كثير. إذن في الحديث رواه الجم الغفير والعدد الكثير، وهو في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. إذن يقول وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني، هذا حاصل الحديث، وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول إلى آخر الحديث. يقول عن مالك عن نعيم، هكذا ماشي نعيم، نعيم بضم النون وفتح العين بصيغة التصغير، بن عبد الله المدني، هذا الرجل هو مولى آل عمر، روى خدع الصحابة منهم جابر وابن عمر
وأبو هريرة وأنس وجماعة من الصحابة، وأخذ عنه ابنه محمد والإمام مالك وغيرهما من الأئمة. إذن يقول عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أو المجمر، يصحان المجمر من الإجمار والمجمر من التجمير، والمعنى واحد. شنو هو التجمير؟ هو التبخير، فهمتي؟ هذاك المجمر هو اللي كيبخر الناس، فهمتي؟ اللي كيجيب البخور ويديرهم في السبيل كيتسمى، يقال له المجمر ولا المجمر، يا صحاني. طيب هذا علاش صار هذا الوصف صار علما عليك، أن تقول على صار هذا الوصف اللي هو المجمر ولا المجمر صار مشهورا معروفا به، الرجل كان معروفا لأنه كان هو هاد نعيم ووالده كانا يجمران مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا معروفين كيبخروا المسجد النبوي، وباه كان باه كيبخر المسجد النبوي ومن بعد أبيه واخد هاد المهمة، كان يجمر المسجد، فكان معروف عند الناس في المسجد النبوي فلان راه يبخروا المسجد، كي يبخر ما عنده كذا، فكيقولوا ليه المجمر ولا مشهور بها، المجمر أو المجمر فلان، المجمر معروف اللي هو نعيم بن عبد الله، هو ووالده كانا يجمران المسجد النبوي. يقول أنه سمع أبا هريرة يقول، لأن رجلنا سمع من عدد من الصحابة منهم أبو هريرة، إذن سمع سند متصل لأن له سماعا من الصحابة، سمع أبا هريرة يقول، يقول من توضأ، إذن ظاهر الرواية الموطأ أن هذا الكلام اللي جاي معنا كلام أبي هريرة، لأنه شو كيقول أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه، إذن هذا الكلام اللي جاي معنا كلام من؟ في الظاهر كلام أبي هريرة، شكي تسمى يسمى موقوفا، ياك هذا هو الظاهر، لكن هذا الذي جاء عن نعيم من أن هذا الكلام كلام أبي هريرة قد ثبت عن نعيم كثيرا كما ذكر مالك وغيره، قال كان نعيم يوقف كثيرا من أحاديث أبي هريرة، ومثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي فهو مسند. ما معنى مسند؟ أي مرفوع، هذه من إطلاقات المسند على المرفوع، وقد عرفتم الخلاف، فهو مسند بمعنى هذا مرفوع، ولو كيقول لنا نعيم قال أبو هريرة لا له حكمه، علاش؟ لأن هذا الجزاء اللي غيجي معنا لا يقال من قبيل الرأي. شوفوا الجزاء اش فيه، قال فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع كذا إلى آخره، مثل هذا لا يقال بالرأي بالاجتهاد، نقوله إذا رفع كتب له بحسنة، وإذا وضع قدمه اليسرى حط عنه بخطئ أو نحو ذلك، هذا شيء توقيفي لا يثبت إلا بالوحي، إلا بالسمع، واضح المعنى، إلا بالنقل، لا مجال للرأي فيه. إذن هذا شكن نقوله موقوف لفظا مرفوع حكما، له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال من توضأ فأحسن وضوءه. ما معنى أحسن الوضوء؟ شو إحسن الوضوء؟ أي الإتيان بالفرائض والسنن والفضائل وتجنب المنهيات. إذا توضأ، لكن شرط، شرط ذكروا لنا هنا، فأحسن الوضوء، ماشي غير توضأ وصافي، أحسن الوضوء. إذا أحسن الوضوء أتى بالفرائض والسنن والفضائل. قد تتساءلون تقولوا كيفاش أتى بالفرائض والسنن ولا خاصه ضروري يجيبها؟ لا، ليس ضروريا. لو أن أحدا، لاحظوا معي، واحد عندنا مثلا احنا في المذهب، لو أن أحدا توضأ ولم يتمضمض، ما مضمضش ولا ما استنشقش، وصلى صحت صلاته، وهذا الوضوء يجوز يصلي به الصلوات الآتية، يجوز وضوءه صحيح، ويجوز أن يصلي به الصلوات الآتية. كذلك لو ترك فضيلة فضائل الوضوء، عوض يدير الإناء عن يمينه دار عن شماله، وتوضأ الإناء عن شماله، وضوءه صحيح ولا لا؟ لكنه لم يحسن الوضوء، واضح؟ الذي أحسن الوضوء هو الذي أتى زيادة على الفرائض والأركان، جاب السنن والفضائل واجتنب المنهيات، هذا هو اللي كنقوله أحكم الوضوء، أتقنه وأحسنه وجمله وزينه، حيث أتى بكل شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إن شاء الله باختصار نتم شيئا من الحديث ولو نصفه. يقول من توضأ فأحسن وضوء، عرفنا أحسن وضوء، ثم خرج عامدا إلى الصلاة، عامدا إلى الصلاة أي قاصدا الصلاة دون غيرها، ماشي المراد دون غيرها ما خصو يدير والو، لا، الغرض الأصلي عنده من الخروج هو الصلاة، غادي خارج من البيت ديالو من اللي توضى قاصدا الصلاة، خارج غادي للمسجد، ذاهب إلى المسجد، وهو في طريقه إن أدى شغلا ما قد لا حرج، لا يضر، المهم أنه هو قاصد إلى الصلاة، ده هو معنى قاصدا الصلاة أي عامدا، قصد وعمد
متساويان وزنا ومعنى. قصد يقصد عمد يعمد، بحال بحال في الوزن وفي المعنى، قصد يقصد عمد يعمد. إذن ثم خرج عامدا أي قاصدا إلى الصلاة دون غيرها، فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، فإنه في صلاة أي في حكمها، ماشي في حكمها من جهة لا يجوز يتكلم، لا، في حكمها من جهة كونه مأمورا بترك العبث وفي استعمال الخشوع. إذن فإنه في صلاة أي في حكمها من جهتين، الجهة الأولى من جهة كونه مأمورا بترك العبث، ولهذا جاء معنا أنه نهي الإنسان عن تشبيك الأصابع وهو ذاهب إلى الصلاة، يرجع معنا إن شاء الله الأحاديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يشبك بين أصابعه وهو ذاهب إلى الصلاة. وألحق كثير من الفقهاء بالتشبيك العبث، أي صورة من صور العبث، لأنه في حكم الصلاة من هذا الجهة، بمعنى ينبغي أن يذهب وعليه السكينة والوقار، وهو يستحضر أنه ذاهب إلى الصلاة، كأنه يهيئ نفسه للخشوع في الصلاة، كيهيئ راسه ويقاد أنا غادي نوقف بين يدي الله، ومن دابا نبدأ نستعد للخشوع، نترك عليا العبات، نترك عليا المشغلات كذا كذا، ونستعد للوقوف بين يدي الله. إذن من جهة كونه مأمورا بترك العبث وفي استعمال الخشوع، فمن هذه الجهتين فكأنه داخل الصلاة من هذه الجهتين، والوسائل لها أحكام المقاصد. قال فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، بمعنى هذا الحكم اللي هو أنه في صلاة مستمر بهذا الشرط، ما دام يعمد أي يقصد إلى الصلاة، أي ما دام مستمرا على قصده. أما إذا كان خارج غادي يصلي شوية، قال لا بلاتي بلاتي نمشي للمكان الفلاني ومن بعد نصلي، فإذا زالت نيته، ما بقاش ما دام يعمد إلى الصلاة، واضح؟ لأنه لم يبقى مستمرا في قصده. إذن ما معنى ما دام يعمد إلى الصلاة؟ ما دام مستمرا على قصده اللي هو أنه يريد الصلاة. إذن شو المراد؟ المراد المعنى أن يكون الباعث له على الخروج قصد الصلاة، أن يكون الباعث على الخروج قصد الصلاة، وإن عرض له في خروجه شيء قلنا لا يضر، أو غادي تلقى شي حاجة في الطريق قضى شيء أما بسرعة وهو ما زال على قصده، فهذا كما قلنا لا يؤثر كما ذكره العلم، قال لك لأن المدار على إخلاصه وقصده، ما دام قصده الصلاة فلا يضر ذلك، لا يضر فاش غير في الجزاء، احنا ماشي كنقصدوا الإثم، ما عليه إثم، غير لا يضر في تحصيل هذا الجزاء الآتي، راه جزاء عظيم. شنو الجزاء؟ فإنه قال عليه الصلاة والسلام وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فهذا هو كنقصده، بمعنى إلا ما بغاش يضيع هذا الجزاء، ولا نقصد أنه إلا تكلم ولا تشغل فهو آثم، لا ليس عليه شيء، غير هذا الجزاء مقيد بهذه القيود اللي سمعته، أنه توضأ وخرج عامدا إلى الصلاة ولم يغير هذا القصد إلى أن وصل إلى المسجد وصلى، هذا هو المراد. إذن قال وإنه يكتب له، قلت لكم مما نهي عنه من الأمور اللي تشغل الإنسان عن الصلاة ولا يتهيأ بها للصلاة، تشبيك بين الأصابع، ومما جاء فيه ما رواه الحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. وروى أحمد وأبو داود الترمذي وصححه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. والنهي هنا للكراهة، لأنبئكم عند عامة الفقهاء النهي للكراهة ليس للتحليل، ماشي لا شبك هو آثم، لكن يفوته من الفضل ما يفوته، لأنه اشتغل بشيء من العبث غيفوت شي شوية الخشوع التام في الصلاة وشيء من الجزاء المذكور في هذا الحديث ونحو ذلك. إذا الجزاء باختصار، وإن شاء الله يأتي شرحه في الدرس الماضي، شنو الجزاء؟ قال وإنه يكتب له بإحدى خطوته، وهو ذاهب إلى المسجد غادي للمسجد، يكتب له بإحدى خطوته حسنة اللي هي اليمنى كما سيأتي إن شاء الله، اليمنى من اللي كي يرفعها يكتب الله له بحسنة، واليسرى عندما يضعها يحط الله بها عنه خطيئة، وهذا كله غيجي في روايات أخرى مفسرة ومبينة بإذن الله. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، يعني لا يجري، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. هذا يحتاج إلى شرح وتفصيل يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.